أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز طلب الاستسقاء من الشيخ أثناء الدرس؟ وهل الآن يجوز الاستسقاء بأهل بيته صلى الله عليه وسلم استدلالا بفعل عمر بن الخطاب؟ يطلب الدعاء من الصالحين سواء من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غيره، كل رجل فيه صلاح وتقى إنه يطلب منه الدعاء. نعم.